أقيمت في عدة كنائس كاثوليكية في المملكة احتفالات بعيد يسوع الملك، وذلك بمشاركة واسعة من المؤمنين. إلى المزيد. نحن هنا في شبيبة نحيا المحبة الأعظم. احتفلت شبيبة الرسل للاتين في الزرقاء الشمالي بعيد يسوع الملك وتعيين مجلس الشبيبة الجديد لعام 2020. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشومالي مطران اللاتين في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب عامر جبران ومنسق شبيبة الرسل الشدياق حازم حداد وبحضور الأخوات الراهبات من مختلف الإرساليات ولجان الرعية وأعضاء الشبيبة وحشد كبير من أبناء الرعية. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، نسبح نبارك نسجد لك نمجدك أيها الرب الابن الوحيد، أيها الرب الإله، حمل خطايا العالم ارحمنا، حمل خطايا العالم اقبل تضرعنا. في بداية القداس ألقى الأب إياد بدر كلمة رحب فيها بقدوم المطران الشومالي لمشاركته أبناء الرعية بتجديد الوعد الكشفي لكشافة ومرشدات الرعية، كما أعلن في كلمته أسماء المرشدين الروحيين ومسؤولي الشبيبة وأعضاء مجلسهم الجديد للعام القادم، وقال: سيدنا قبل أسبوعين تشرفنا بحضوركم بيننا من أجل تجديد الوعد الكشفي لكشافة مرشدات الرعية، وفي هذا المساء وفي عشية احتفالنا بعيد يسوع ملك الكون نتشرف مرة أخرى بترأسكم هذا القداس الاحتفالي الذي فيه سوف يتم تنصيب مجلس الشبيبة الجديد وإطلاق الشعار لعام 2020. معكم سيدنا نرفع صلاتنا من أجل شبيبة الرسل عامة ومن أجل مجلس خاصة المجلس الجديد لكي يكونوا على مثال يسوع الملك بخدمتهم بمسؤوليتهم بمحبتهم أولا مع أهلهم وفي عائلاتهم في رعيتهم وأينما وجدوا في مكان العمل أو الجامعة. وفي عظته قال المطران الشومالي: قبل قليل سمعتم الأسقف يقول لهؤلاء الشباب: نحن باسم الكنيسة نختاركم لخدمة إخوتكم في شبيبة الرسل وفقا لمبادئ الإنجيل، ونريد في هذا اليوم أن نركز على فعل نختاركم، لأن الفعل اختار هو من الأفعال التي تتردد وتتكرر كثيرا في العهد القديم والعهد الجديد. وشعار الشبيبة في الأردن لهذه السنة أنا اخترتكم من بين العالم، لذلك نريد أن نتعمق في معنى كلمة اختار، علما بأن الله هو الذي اختار، أما الإنسان فهو الذي يقع عليه الاختيار. وختم المطران الشومالي عظته مهنئا مجلس شبيبة الرسل الجديد بأن وقع اختيار الله عليهم. هنا فعل اختار يعني ميز فرز، اختار الله إبراهيم أي ميزه وفرزه من بين غيره وأحبه حبا خاصا وقطع معه عهدا أي أقام عقدا بموجبه يبقى الله أمينا ومدافعا عن إبراهيم ويبقى إبراهيم أمينا نحو وصايا الله، وهذا ما حدث بالتحديد. ويتكرر الفعل اختار عدة مرات في الكتاب المقدس. اختار الله موسى النبي وأعطاه
رسالة خاصة، رسالة تحرير. موسى حرر شعبه من عبودية فرعون، وتكرر الفعل مع داود وصموئيل والأنبياء، أشعيا، إرميا، حزقيال، دانيال والأنبياء الصغار، وآخر هؤلاء الأنبياء كان يوحنا المعمدان. أما في العهد الجديد فنلتقي بفعل اختار عندما صلى يسوع طيلة الليل، وفي الصباح أقام اختار رسله الاثني عشر وأقامهم تلاميذ له، أو اختار تلاميذه وأقامهم رسلا. لم يختارهم الله لأنهم أفضل من غيرهم، بالعكس، الله ما يختار المتواضعين لكي يرفعهم، يختار الخطأ ليقدسهم. فنحن لا ندعي أننا أفضل من غيرنا إذا اختارنا الله لنؤدي خدمة في الكنيسة، سواء كانت هذه الخدمة في الكهنوت أو في التكريس أو عضوا فاعلا في الرعية. وتعلمون أن الرعية تتطلب خدمات كثيرة، منها خادم الهيكل، منها العازف، القارئ، مربي، معلم التربية الدينية، الكشاف، الشدياق، القارئ، المرتل، العازف كما قلنا، أو أن يختارني لأكون عضوا في مجلس شبيبة الرعية. إذا اختارني الله فلست لأني أفضل من غيري، ولكنه يريدني أن أصبح بنعمته رسولا وأفضل من غيري بنعمته تعالى فقط. وقبل نهاية القداس الاحتفالي، شكر منسق شبيبة الرسل الشديق حازم حداد باسمه وباسم المجلس الجديد سيادة المطران على ترأسه هذا الاحتفال، كما وقدم الشكر لكهنة الرعية وراهباتها على ما يقدمونه للشبيبة من دعم ومساندة لتستمر مسيرة هذه الشبيبة في تقديم الرسالة المكلفة بها، مثمنا الدور الذي قام به مجلس الشبيبة السابق. الأحد الأخير من السنة، الزمن العادي، هو أحد مخصص لعيد يسوع الملك، وهذا العيد مخصص للشبيبة المسيحية في الأردن، ومشان هيك شبيبة الرسل في هذا اليوم عم تحتفل بهذا العيد. وهذا العيد بيصير فيه تشكيل مجلس الشبيبة الجديد، وكل عيد نختار شعار شبيبة الرسل، هذا الشعار حتى نعيشه في السنة الجاية اللي هي حاليا سنة 2020. فتم اختيار هاي السنة شعار إني اخترتكم من بين العالم، وسبب اختيارنا لهذا الشعار هو حتى أنه يكون كل فرد من أفراد الشبيبة وكل رسول من شبيبة الرسل يعرف دوره في المجتمع، هو مدعو من السيد المسيح حتى أنه يعيش المحبة والسلام اللي هم أصلاً مرفوضين من هذا العالم. مشان هيك رسالته رسالة قوية، بده يعيش المحبة والسلام داخل مجتمعه، في رعيته، في معالمه، في أي مكان تطأه قدمه، حتى يوصل رسالة الحب، رسالة المحبة والسلام لجميع العالم. وبالنهاية دائما نتشكر فضائية نورسات على دعمها المساند، سبقتونا قبل فترة باحتفالنا بيسوع فرحي، والآن باحتفالنا بيسوع الملك، فهي طبعا كل الشكر لإلكو ولجهودكم الجبارة، ودائما مغلبينكم معنا، وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. يسوع عاش ملكا دائما أبدا. اليوم احتفلنا بعيد الشبيبة، عيد يسوع الملك، وتم تجديد المجلس الجديد، تنصيب المجلس الجديد، وإطلاق الشعار الجديد تبع 2020 اللي هو إني دعوتكم من بين العالم. كان اختيار الشعار نوعا ما هو حسب الرؤية تبعت الشبيبة وشو عم نهدف نعطي للشبيبة أو الأعضاء خلال السنة الجاي. وحكينا كمان، يمكن المنسق العام حازم حداد حكى إنه
إني اخترتكم من بين العالم، يعني إحنا عايشين بها العالم، إحنا جزء من هالعالم، ولكن ربنا عم بيختار أشخاص معينين بها الشبيبة، وجودنا مش عبث، ربنا عم بيختارنا حتى يعطينا رسالة معينة بهدف معين لازم نعمله، وإذا إحنا ما عملناه ما رح يلاقي حدا يعمله، فإحنا محتاجين نكون قد هالمسؤولية وقد هالخدمة وقد هالرسالة لازم نعطيها. وضمن احتفالات شبيبات المملكة بعيد يسوع الملك، أقامت شبيبة كنيسة يسوع الملك في المصدار بعمان قداسا احتفاليا ترأسه الأب مروان حسان راعي الكنيسة، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وكافة فئات الشبيبة وعدد كبير من المؤمنين. وخلال عظة القداس قدم الأب حسان الشكر الجزيل لمسؤولي الشبيبة على جهودهم ووقتهم الثمين، وكذلك كرر الشكر للأخوات الراهبات على خدمتهن المستمرة بالمحبة والعطاء، وطلب الأب مروان من المصلين الصلاة من أجلهم. عيد يسوع الملك بيصادف اليوم هو بشكل عام عيد الشباب وعيد الشبيبة بكل العالم، بس عندنا هنا اليوم بشكل استثنائي وللرعية الوحيدة في الأردن هو عيد رعية كاملة، عيد رعية يسوع الملك في المصدار. العالم كلياته والأردن كلها بتحتفل بهذا العيد فقط بشبيبتها، بس احنا هنا بالمصدار بنحتفل بشبيبتنا وبنحتفل أيضا بكل فعاليات هاي الرعية، لأنه فعليا هاي الرعية هي رعية شبابية، هي رعية تنبض بالحياة، رعية فعليا فتية بكل الأشخاص الموجودين فيها. رعية يسوع الملك هي أول رعية بعمان، تأسست سنة 1890 وما زالت حية حتى هاي اللحظة، وهذا كلياته بفضل يسوع الملك اللي عم بملك عليها واللي عم بعطيها كل يوم يوم بعد يوم النعم والعطايا حتى تستمر هاي الرعية بعطائها، تستمر هاي الرعية بأنها تضم جميع المؤمنين من كافة مناطق المملكة الأردنية، حتى فعليا كل يوم وكل لحظة يسوع الملك يغمرنا جميعا ببركاته وبنعمه. وانطلاقا من هاي القناة، قناة نورسات، بتوجه لكل الأردنيين، بتوجه لكل أبناء المصدار، بهنيهم بعيد يسوع الملك وبصلي لهم من كل قلبي إن شاء الله كل يوم يسوع المسيح بيكون ملك على حياتنا، ملك على قلوبنا، ملك على عائلاتنا وعلى كنائسنا، وكل عام وانتم بألف خير. وبعد القداس قدمت فرقة الكشافة مقطوعات موسيقية، كما تم تقديم الضيافة وأخذ الصور التذكارية. ويشار أن رعية يسوع الملك هي أول رعية أنشئت في عمان عام 1890، ولا زالت تمارس نشاطها الرعوي بجد واهتمام. نحن المعتزين بالخضوع للمسيح ملك العالمين، أن نحيا في ملكوته المجيد إلى الأبد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين.